اليوم السابع مصر تقترب من مواجهة ليبيريا 7 نوفمبر ودياً. سوبر كورة، معلول وجيرالدو يعودان للقاهرة وينضمان للأهلي غداً. الوطن، شوقي غريب يؤجل إعلان قائمة المنتخب الأولمبي النهائية. البوابة نيوز، جنش يرفض الحصول على راحة مع لاعبي الزمالك. فيتو، الزمالك ينتظر رد ميتشو لحسم مصير كاسانجو. كورة، يوفنتوس يراقب صلاح وثلاثي توتنهام. اليوم السابع الأهلي يفحص محمود متولي على هامش المران. سوبر كورة، منتخب كينيا مهدد بالغياب عن مواجهة مصر في منتصف نوفمبر المقبل. في الجول، مصر تقترب من مواجهة ليبيريا. البوابة نيوز، الأهلي ينسق مع الجانب الإماراتي لتحديد ودية المعسكر الخارجي. الوطن، بعد نجاح الجراحة محمد محمود يعود للقاهرة خلال أسبوعين. في الجول، عصام مرعي، الزمالك لم يستفد من تأجيل القمة. اليوم السابع، ميتشو يطلب من جهازه المعاون برنامج إعداد خاص للدوليين في الزمالك. سوبر كورة، الإسماعيلي يتفق على خوض سلسلة من التجارب الودية خلال فترة التوقف. الوطن، خالد بوطيب يطير لألمانيا لإجراء الكشف الطبي على ركبته. سوبر كورة، اتحاد الكرة يرفض سداد غرامة 150 ألف جنيه للأهلي. اليوم السابع، طلعت يوسف يدرس الدفع برأسي حربة في لقاء الاتحاد أمام المحرق البحريني. البوابة نيوز، الإسماعيلي يواجه FC مصر ودياً 7 نوفمبر. الوطن، فرج عامر، حسام حسن لن ينتقل للأهلي أو للزمالك. في الجول، محمد هاني، لاسارتي أفضل مدرب أجنبي عملت معه. فيتو، محمد بركات يتوجه لجزر القمر قبل مواجهة منتخبها يوم 18 نوفمبر. البوابة نيوز، الزمالك يؤهل محمد عبد الغني نفسيا بسبب خروجه من المنتخب. كورة، الأهلي يعتمد أسعار العضويات الجديدة. فيتو أمين عمر حكم لمباراة المجر وأستراليا في كأس العالم للناشئين.